نبدأ من كورسك، حيث نفذت المدفعية الروسية ضربات مدمرة ضد مواقع العدو في المنطقة الحدودية. القوات الجوية التابعة لمجموعة سيفر قامت بقصف أهداف مكشوفة بدقة، بما في ذلك مواقع ومركبات مدرعة، بالإضافة إلى تجمعات بشرية تابعة للقوميين الأوكرانيين. وقد تركزت الضربات على مواقع تقع على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود، ما أسفر عن أضرار نارية جسيمة للعدو. وبحسب المعلومات الميدانية، استهدفت الضربات مواقع استراتيجية، مما أدى إلى تعطيل القدرة العملياتية للعدو في هذه المنطقة. تأتي هذه العمليات ضمن إطار الجهود المستمرة لتأمين الحدود الروسية وتعزيز الأمن في منطقة كورسك، التي شهدت في الآونة الأخيرة تصعيداً في الهجمات. والآن ننتقل إلى دونيتسك، حيث نفذت القوات الروسية ضربات دقيقة باستخدام مدفع هاوتسر M46 من وحدة البنادق الآلية التابعة لمجموعة يو. الهجوم استهدف مركز قيادة الطائرات بدون طيار والقوى العاملة التابعة لوحدة مكافحة الإرهاب الأوكرانية. بحسب التقارير الميدانية، حصل الطاقم على بيانات دقيقة حول موقع العدو، وتم توجيه 3 طلقات دقيقة نحو الهدف. الضربة أسفرت عن تدمير مركز قيادة الطائرات بدون طيار الأوكراني بالكامل، بالإضافة إلى القضاء على الأفراد العسكريين الموجودين في الموقع. تأتي هذه العملية كجزء من الجهود المستمرة لتعطيل القدرات العسكرية للقوميين الأوكرانيين على جبهة دونيتسك. ننتقل الآن إلى معركة أخرى في سماء القتال باستخدام الطائرات بدون طيار، حيث تمكنت طائرات بدون طيار من طراز FBF التابعة لمجموعة زابد من إسقاط أكثر من 12 طائرة سداسية مراوخ من طراز بابا يوغا التي كانت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. في هذه المعركة الجوية الحاسمة، أظهرت طائرات FBF قدرتها الفائقة على استهداف وتحييد الطائرات الأوكرانية بدون طيار بكفاءة عالية، مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف العدو. في السياق ذاته، قامت وحدات الاستطلاع التابعة لمجموعة زابد بإنشاء مركز خدمة ميداني يهدف إلى إعادة تصميم الطائرات المعادية التي يتم الاستيلاء عليها أو إعادة تشغيل الطائرات الخاصة للمجموعة. هذه العملية التقنية المعقدة تستغرق عدة ساعات فقط، حيث يعمل الخبراء الميدانيون بمهارة وسرعة لإعادة الطائرات إلى خط المواجهة. تأتي هذه الجهود في إطار تحسين القدرات الهجومية والدفاعية للقوات الروسية، وضمان استمرار العمليات بنجاح على مختلف الجبهات. فضلاً وليس أمراً، الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد فور تحميله. شكراً على المشاهدة.